السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه وسبحانه لا يحمد على مكروه سواه. ونشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة في الله، أتحدث معكم في هذا اليوم عن أمر هام، وهو أن الإيمان حياة القلوب. فالقلب الذي ليس فيه إيمان قلب ميت، وهذا الإيمان يتجلى فيما أنتم فيه الآن، حرصكم على أداء الصلاة في جماعة في بيت الله عز وجل، إصراركم مع هذه الجائحة وشدتها خاصة في هذه الولاية. وهذا ما نبهنا الله تبارك وتعالى عنه في قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. عمار بن ياسر رأى أمه وأباه يقتلون أمامه من تحت تعذيب المشركين لهم على إصرارهم وإيمانهم وإعلانهم لله عز وجل أنهم مؤمنون. فلما رآهم ووقع عليه العذاب واشتد عليه العذاب
وتحت هذه الكلمة اضطر أن يتكلم عن الإسلام بسوء وأن يمدح الأصنام. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن بلغه إن عمار لا يقول ذلك، فالإيمان من منفرق رأسه إلى أخمص القدمين، لا يقول عمار بن ياسر ذلك. وبعد أن تركوه من التعذيب بعد هذه الكلمة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول له: قلت كلمة الكفر يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ياسر، يا عمار، إن عادوا فعد، إن عادوا وعذبوك أشد العذاب حتى أنك تكاد تقتل، فعد إلى هذه الكلمة لتنقذ نفسك من الهلاك. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه. هذا الذي يكفر وقلبه راض، هو الذي هذا الذي يحب أن يتكاسل وأن يتوانى وأن يتأخر عن صفوف المسلمين وقلبه راض. أما من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا مؤمن بالله حقا. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره، اللي يفرح ان يلا جت منك يا جامع ما جتش منك خلاص هنبطل نصلي هنبطل نروح المسجد، هذا الذي يفرح بإغلاق المساجد لا يفرح بإغلاق المساجد أحد. جميعنا يحزن لإغلاق المساجد، نعم أيها الإخوة، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. كلنا نكره أن تغلق المساجد، كلنا نكره ذلك، ولكن ما بأيدينا ولا أحببنا أن تغلق المساجد. والجميع هنا شاهد على ذلك، أنتم حرصكم على الإتيان إلى المسجد دليل على هذا الإيمان وعلى هذه الثقة. إذن إذا كنا لا نكره أن تغلق المساجد، فمن أخذ هذا القرار؟ من أخذ قرار إغلاق بيوت الله وهي منارات الله في الأرض، هي الضوء الذي ينير للمسلمين في هذه الأرض؟ أيها الإخوة، إن هذا أمر خطير وشديد جدا على كل نفس. وهذا لم يأتي هذا القرار إلا بعد اجتماع أئمة المدينة جميعا، وإن كانت الحكومة لا تغلق ولا تأمر بالإغلاق، ولكن هذا من الناحية الشرعية وليس من الناحية القانونية. هذا القرار من الناحية الشرعية، فالقانون يبيح، ولكن من الناحية الشرعية الشرع لا يبيح. لماذا؟ بعد أن اجتمع أئمة المدينة ورأوا ما يقرب عن 42 طبيبا مسلما، كثير منهم يصلي في المساجد، يقولون بالإغلاق. بعد أن رأينا آراءهم لم نكتفي بذلك، بل اتصلنا بمجمع فقهاء الشريعة في أمريكا وأخبرناهم بما يقع في هذه الولاية وما حدث فيها، فقالوا لنا: عليكم بالإغلاق. مجمع فقهاء الشريعة قالوا لنا: عليكم بالإغلاق حفاظا على النفس المسلمة. لماذا؟ لماذا الإغلاق؟ الإغلاق حفاظا على نفس المسلم، فالذي يشارك في قتل مسلم أو في انتقال عدوى إلى مسلم يكون بسببها نهاية حياته، فهو مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى عن هذه النفس.
ما الدليل على ذلك؟ بكل هدوء وبكل أريحية، ما الدليل على ذلك من الشرع؟ الدليل على ذلك أن مقاصد الشريعة خمسة، هي حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النسل. هذه الخمسة هي من أهم مقاصد الشريعة، أن تحفظ دينك، ودينك محفوظ بإيمانك في قلبك وإصرارك على القيام بواجبك لله عز وجل، تؤدي عبادتك في بيتك كما تؤديها في بيت من بيوت الله، فهذا حفظ الدين. حفظ النفس أنك تحافظ على نفسك وتحافظ على غيرك من الهلاك، فيجب عليك أن تحافظ على نفسك، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل. إن لم نحافظ على نفوس المسلمين في هذه البلاد وهم أقلية، فمن يحمل هم الدين؟ إن لم نحافظ على النشء المسلم وعلى النفوس المؤمنة وعلى أهل التقى والصلاح الذين يحبون بيوت الله ويحبون الإتيان إليها، إن لم نحافظ عليهم فمن يبقى لحمل هذا الدين؟ ونحن أقلية، نحن أقلية في هذه البلاد وكلنا يعلم ذلك. فعليك أن تحافظ على النفس المسلمة قدر ما تستطيع. نعم. ثانيا، من الأدلة الشرعية على جواز هذا الأمر قاعدة أصولية تقول: الضرر يزال، الضرر يزال، تزيل الضرر أولا قبل كل شيء، وتحافظ على أن تضر أحد ولا يضرك أحد. الضرر يزال، وتعني إزالة الفعل الضار بالنفس وبالغير قبل وقوع الضرر أو بعد وقوع الضرر. إذا لم تسيطر عليه قبل وقوع الضرر فعليك أن تقوم بإزالة الضرر بعد وقوعه قدر المستطاع. نعم، الضرر يزال قبل وقوعه وبعد وقوعه. فقد جاء في كلام القدماء: الوقاية خير من العلاج. فالله تبارك وتعالى يقول في أمر الوصية، تخيل معي أيها الأخ المسلم كلام رب العالمين وتصوره وافهمه، يقول رب العالمين في أمر الوصية: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وصية من الله، إذا كان الأمر في الوصية وإعطاء المال لغير مستحقه، منع الله تبارك وتعالى، منعنا الله تبارك وتعالى من أن نضر به بعض الورثة، وهو ضرر مادي، ضرر مادي يعوض، أما ضرر النفس لا يعوض، ضرر نفس وقتل نفس المسلمة لن تعوض بل ويسأل عنها. فمن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة كان عليه يوم القيامة كفل من دمها. لو أنت تكلمت بس وقلت بس، سبحان الله العظيم، فأنت مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. قال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر. الإضرار في الوصية يعني وصيت علشان حد من الورثة ما يرث أو ما ياخدش ميراثه كامل، فالإضرار في الوصية من الكبائر، فما بالك في الإضرار بهلاك النفس، الأمر أشد بالتأكيد. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فأنا أقول لإخواني:
الذين يتكلمون بغير علم في هذه المسائل تحققوا، لأنك لو قلت كلمة وسمعها واحد منك وتضرر بعد ذلك بهذا الوباء فأنت مسؤول عنه بين يدي الله يوم القيامة. وجاء في الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، فحافظ على نفسك من الضرر واحفظ غيرك من ضررك. نعم، لا ضرر ولا ضرار. وعن عمر وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فهو ضامن، من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فهو ضامن. بمعنى إذا ادعيت أنا معرفتي بالطب ومعرفتي بعلم الطب وقلت أن هذه الجائحة أو هذا ما يطلقونه عن كورونا كلام فاضي، وسمعني أحد وأخذ بكلامي هذا، فأنا ضامن بين يدي الله تبارك وتعالى لهذا، أي علي ديته لأنني ادعيت الطب وادعيت المعرفة. من تطبب وهو ليس معروف بالطب، هذا حديث النبي، وهو ليس معروف بالطب فهو ضامن. فكل منا أيها الإخوة يقف عند حدود معرفته وتخصصه الذي تخصص فيه، وهذا ما يجب على أمة الإسلام. وما ضاع الإسلام إلا بضياع التخصص، وأصبحت مادة الإسلام مادة مباحة يتكلم فيها كل إنسان. فعلينا أن نأخذ بهذا في حيز الاعتبار، أنك إذا أفتيت بفتوى وأدت فتواك هذه، سواء كانت فتوى طبية أو فتوى شرعية أو فتوى حتى في البزنس والتجارة، اعلم أنك ضامن لهذه المسألة. من هنا أيها الإخوة الأحبة يأتي الحفاظ على النفس المؤمنة، يأتي الحفاظ على النفس المؤمنة، هذه كلها أدلة على حفظ النفس. جاء في صحيح الألباني من حديث عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، الكعبة بيت الله الحرام، ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك ماله ودمه. حرمة المؤمن والحفاظ على حياة المؤمن والحفاظ على دم المؤمن أعظم حرمة من بيت الله الحرام. فالمسألة ليست سهلة، المسألة تحتاج إلى تفكير وإلى ترون. نعم أيها الإخوة الأحبة، قال الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم معنى هذا يعني: يجب على الإنسان أن يحفظ النفس المؤمنة أينما كان وبقدر ما يكون حفاظا على قيام الإسلام. إذا ضاعت النفوس المؤمنة، إذا دبت العدوى لا أراكم الله إياها فيما بين هؤلاء المصلين، من يأتي إلى المساجد، من يحمل هم الدين لأبناء أسرته ويأخذ بأيديهم، فعلينا أيها الإخوة أن نحافظ على أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه
وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. الإخوة اللي حاطين الماسك تحت الأنف يا ريت يرفعوه للحفاظ على الآخرين، جزاكم الله خيرا. بقي أن أتكلم معكم في هذا الموضوع عن اعتماد أهل التخصص في الشورى. قال عبادة بن الصامت في حديث البيعة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. الواحد منا حينما يمرض يذهب إلى الطبيب، لا يذهب إلى مهندسا يسأله ما يتلقى من العلاج، فلماذا لا نأخذ رأي الأطباء في هذا الأمر؟ وكذلك إذا تعطلت سيارتك لا تذهب بسيارتك إلى طبيب ليصلحها لك، إنه يفسدها. فكل منا يجب علينا أن يستشار في تخصصه. نعم أيها الإخوة، اعتماد أهل التخصص في الشورى، وهذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، يعني احنا نتنازل عن حقوقنا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخيرة وعلى ألا ننازع الأمر أهله، على ألا ننازع الأمر أهله، لا ننازع أهل الطب في طبه، ولا ننازع أهل التجارة في تجارتهم، ولا ننازع أهل علوم الشرع في علومهم ومعرفتهم بهذه العلوم، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: ألا ينازع أهل الاختصاص من دونهم في هذا الاختصاص. يقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا لست أهل ذكر في التجارة، إذا جئت تسألني عن شيء في تجارتك ربما خربتها عليك، وإذا جئت تسألني عن شيء في الطب ربما قتلتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه هي معنى وألا ننازع الأمر أهله. فكل صاحب تخصص هو صاحب هذا التخصص وصاحب هذا العلم. نعم أيها الإخوة. طيب، ما على الذين حرموا من صلاة الجماعة وهم يحبونها؟ هذا سؤال يسأله الكثير. يا أخي إحنا حابين نصلي في جماعة، سيبنا إحنا نروح المسجد ونأخذ العدوى ونموت. أقول لك: قد ضررت نفسك ونهاك الله، وضررت غيرك ونهاك الله. نعم أقول لك ذلك ابتداء، ولكن اعلم بحبك لهذه الشعيرة وأدائها في بيوت الله عز وجل، فأنت تؤديها في بيتك وتأخذ أجرها كاملا ما دمت كنت مداوما عليها ولم تقصر فيها، فلك أجرها كاملا عند الله تبارك وتعالى. بمعنى أنك تصلي الفجر في بيتك في شدة هذه البرودة والأيام الباردة، وتأخذ أجر ذهابك إلى المسجد وصلاتك خلف الإمام، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. رواه البخاري. بمعنى أنك إذا كنت تقيم الليل فمرضت ولم تتمكن من قيام الليل، فلك الأجر قيام ليلك كاملا عند الله بسبب مرضك. إذا سافرت تصلي الصلاة جمعا وقصرا، لك أجر صلاة الإتمام وخلف الإمام إذا كنت محافظا على صلاة الجماعة في مقامك. فأنت كل عمل كنت تقوم به قبل أن تأتي هذه الظروف التي تمنعك من الإتيان إلى المساجد، فاعلم أن أجرك كاملا عند الله. فالله عز وجل غني، والله عز وجل كريم، والله عز وجل معطاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: وجعل لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة
فليصلي. صلي أينما كنت، ولك أجر ما كنت تقوم به وأنت تأتي إلى المسجد. أخيرا، إلى متى هذا الإغلاق؟ مع استمرار هذه الجائحة، إلى متى هذا الإغلاق؟ أبشركم أن هذا الإغلاق يبقى لمدة 3 أسابيع من الغد إن شاء الله. الإغلاق يبقى لمدة 3 أسابيع من الغد، ثم يجتمع الأئمة مرة ثانية ويستأنسوا بآراء المجامع الفقهية، ويقرروا بعدها إذا كان يمدد الإغلاق لوجود الجائحة واستمرارها أو ينتهي هذا الإغلاق. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرجها، نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرفع عنا الهم والغم والكرب يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تجعل لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا لأهله سالما غانما إلا وقد رددته، ولا مأسورا إلا وفككت أسره برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، وأقموا الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله الإخوة في الانصراف ينصرفوا بتباعد ضرب يعني حفاظا على النفس إن شاء الله جزاكم الله خيرا ولا أراكم الله مكروها في أنفسكم ولا في أولادكم ولا في أموالكم يا رب العالمين إن شاء الله صلاة الجمعة أيضا مغلقة يا أخواننا وهيكون فيه إن شاء الله بمشيئة الله إعطاء موعظة من المسجد كل يوم جمعة تزاع في وقت الصلاة وقت صلاة الجمعة وتصلون صلاة الظهر في البيوت أو في مكان العمل إذا كنتم في مكان عمل جزاكم الله خير
روح على زمزم مش قادر يلا يلا انت طلب احمد الدكتور عشان Thank you.